ألم الحاضر وغموض المستقبل. تحت هذا الشعار نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع مؤسسة طموح للتنمية والإبداع بمحافظة مأرب المؤتمر الأول للمرأة اليمنية النازحة. وفي الحفل ألقيت العديد من الكلمات والقصائد الشعرية التي تحدثت عن هموم المرأة النازحة ومشاكلها، حيث ألقى محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة كلمة بارك من خلالها انعقاد هذا المؤتمر، وأكد بأن السلطة المحلية في المحافظة ستعمل على حل مشكلات النازحين. كما دعا المحافظ المبعوث الأممي لزيارة المحافظات المحررة للاطلاع على حجم المآسي الناتجة عن حروب الميليشيا وأوضاع النازحين والمهجرين قسريا من المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب. ندعو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى زيارة المحافظات المحررة للاطلاع على حجم المآسي وأن لا يكتفي بزيارة صنعاء ويسمع من الجلاد كما ذكرنا آنفا ويترك الضحية جانبا آخر. ونريد أن يطلع على تلك المآسي الناتجة عن حروب الميليشيات وأوضاع النازحين وأنتم منهم، والمهجرين قسريا من المحافظات التي تسيطر عليها سلطة الانقلاب. النازحات الحاضرات أكدنا أن هذا المؤتمر يأتي من أجل الالتفات إلى المرأة النازحة وما تعانيه في المحافظات والمناطق التي نزحت إليها. نحن في مؤتمرنا الأول للمرأة النازحة، قام هذا المؤتمر لإخراج توصيات ومقترحات للحكومة والمنظمات والإعلام المحلي والدولي من أجل الالتفات إلى واقع المرأة النازحة، وأيضا الالتفات إلى معاناتها والآلام التي تعيشها في اليمن بشكل عام وفي هذه المحافظة بشكل خاص. يأتي هذا المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ومع ارتفاع موجة النزوح في بلادنا التي تسببت بها الحرب المدمرة التي فرضتها الميليشيا الانقلابية.